من حظ أهل الصناعة في محافظة اسكندرية أن القطاع الائتماني في أفرع البنك الأهلي المصري قوي جداً، وده بالأرقام. يعني مثلاً حجم محفظة قروض البنك الأهلي المصري للمشروعات الصغيرة والمتوسطة في منطقة فروع اسكندرية والبحيرة ومطروح بلغ 14 مليار جنيه، بنسبة 11% من حجم محفظة قروض البنك الأهلي المصري اللي تجاوزت 130 مليار جنيه. كمان في 24 مركز ائتماني في الأفرع الخاصة بالبنك الأهلي المصري في الأسكندرية والبحيرة ومطروح، وطبعاً الهدف هو أننا نقرب من كل صاحب مشروع صغير ومتوسط، نفكر معاه ونسنده وندعمه، زي نموذج أحمد فوزي اللي لسه عارضينه لحضراتكم، صاحب مصانع سانتانا للملابس الجاهزة. تعالوا نقابل السيد داود سمير داود، رئيس منطقة فروع اسكندرية والبحيرة ومطروح بالبنك الأهلي المصري واللي بتضم 69 فرع. تعالوا نفهم إزاي ناخد تمويل في إطار مبادرات البنك المركزي المصري. أستاذ داود سمير داود، حضرتك رئيس منطقة فروع البنك الأهلي المصري في الأسكندرية ومطروح والبحيرة، حققنا إيه لغاية النهاردة؟ هي اسكندرية أو منطقة اسكندرية في البنك الأهلي هي منطقة مترامية الأطراف، بتخضع لها ثلاث محافظات، محافظة الأسكندرية ومحافظة البحيرة ومحافظة مرسى مطروح. منطقة شاسعة بتتكون من 69 فرع بالإضافة إلى 10 مكاتب بتخدم على نفس أعمال الفروع أو نفس أعمال تقديم الخدمة المصرفية للعملاء في كافة القطاعات. بالإضافة لكده متقسمة 50 فرع في منطقة الأسكندرية و11 فرع في منطقة البحيرة أو محافظة البحيرة و8 فروع في محافظة مرسى مطروح. بالإضافة للخطة اللي وضعها البنك في الفترة الأخيرة إن إحنا عندنا خطة انتشار عشان نزود عدد الفروع، وهيبقى نصيب محافظة البحيرة ومحافظة المطروح نصيب الأسد. هنبدأ نزود في منطقة محافظة البحيرة حوالي 5 فروع في الفترة القادمة، محافظة مطروح برضو عندنا بلان كبير، ابتدينا نزود دلوقتي فرع الضبعة عشان المحطة النووية، وبنتعاقد حاليا على 3 فروع في منطقة سيوة وفي منطقة المسافة اللي بين مطروح والسلوم، دي 220 كيلو، فيها 3 مراكز كبار، مركز النجيلة ومركز سيدي بران. الفروع دي بتبقى فروع ذات طابع خاص لأنها في مناطق حدودية، مناطق نائية، لخدمة ناس معينة بفكر معين بطابع معين، مش كده برضو مدرسين الكلام ده؟ قطاع الموارد البشرية في البنك دايما بنعمل مسابقات وبنركز، أما بنحتاج عمالة ونزود العمالة بنجيب من نفس ثقافة هذه المناطق، وما لا يمنع برضو ان احنا نطعم بين هذه الثقافات المختلفة بعناصر متميزة في كافة المجالات، ممكن من بتوع البحيرة بيجوا برضو اسكندرية، وممكن من اسكندرية بيروحوا محافظة مطروح وهكذا، عشان نعمل الدمج الكامل ونغطي كل وتبادل فئات المجتمع اللي احنا بنتعامل معها. محافظتنا النهاردة في 3 محافظات كبار زي اسكندرية والبحيرة ومطروح، وصلت لكام النهاردة فند؟ محفظة القرض الخاص بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة. محفظة المشروعات الصغيرة والمتوسطة تمثل 14 مليار جنيه عندنا في منطقة الأسكندرية. طبعا محفظة البنك تخطت 130 مليار جنيه طبعاً. فاحنا بنمثل حوالي 11 أو 12% من محفظة المشروعات الصغيرة في البنك. إدارة البنك مستهدفة وفقا لمبادرة البنك المركزي لتمويل المشروعات متناهية الصغر أو الصغيرة اللي هي حجم مبيعات أقل من 20 مليون، دولت هنوصل بيهم على نهاية السنة دي إن شاء الله إلى حوالي 60 مشروع. بالمناسبة السيد داود سمير داود تخرج في كلية التجارة بجامعة اسكندرية سنة 1987 بتقدير جيد جدا، وانضم للبنك الأهلي المصري سنة 1990 وعمل بقسم الائتمان وتدرج في المناصب حتى تولى رئاسة منطقة فروع محافظات اسكندرية والبحيرة ومطروح سنة 2020، ومن وقتها هو عامل بالفعل طفرة كبيرة جدا. 11 أو 12% من حجم محفظة قروض البنك الأهلي المصري للمشروعات الصغيرة المتوسطة موجودة هنا في محافظة اسكندرية، في اسكندرية والبحيرة ومطروح. المحافظات دي مش مؤهلة إنها تضاعف هذه المحفظة؟ هكلم حضرتك ببساطة كده على عدة حاجات. إحنا عندنا 6500 عميل حاصلين على قروض مشروعات صغيرة ومتوسطة على مستوى البنك، مقسمين
إلى 2800 عميل في قطاع الأهلي بيزنس. بنك بيعمل له طريقة معينة، تبسيط في الإجراءات، تبسيط في الأوراق، تبسيط في الضمانات. دورة المشروع في الأهلي بيزنس 6 أيام عمل. العميل بيتقدم للبنك، بتخلص كل إجراءاته في 6 أيام عمل. وبلغ حضرتك برضو خبر عشان توضح لك قد إيه النمو. إحنا ابتدينا هذا المشروع في 7/21، كنا 1400 عميل في 31/12، زدنا 1400 عميل في 9 شهور. 100% ولسه منتظر نقفل السنة مش أقل من 3200 عميل كمنطقة اسكندرية. ممتاز. هذه الشريحة بتكبر وبتبدأ تنمو مبيعاتها وينمو دورة نشاطها، بتبدأ تخش عندنا في شريحة قروض الصغيرة. الصغيرة دي حجم مبيعات من 20 مليون ل 50 مليون جنيه. منطقة الاسكندرية فيها 3400 عميل. هؤلاء العملاء حجم نموهم السنوي بيصل إلى 27% في خلال السنة، بتزيد محفظتهم وبيبتدوا يعلوا لشرايح أعلى. خلينا نقف شوية هنا عند عميل المتوسط لأن ده يهمني جدا. ده راجل مبيعاته من منتجه من مصنعه 200 مليون جنيه، من حقه لما يدخل بنك يلاقي معاملة خاصة، صح ولا لا؟ صح. وده اللي فكرنا فيه وتحركنا وعملنا مراكز التمويل المتوسط. ده الراجل عميل متوسط هيدخل هيلاقي ناس قاعدة فاهمة المشروع بتاعه وعايزة تساعده. كم مركز من هذه المراكز التي تتعامل مع أصحاب المشروعات المتوسطة في منطقة اسكندرية؟ 4 مراكز كبار لخدمة هذه الشريحة من العملاء، بالإضافة لفريق متميز بيتمتع بكافة الدورات والمستحدثات في كافة المجالات، وبيصل لدرجة أنه بيشتغل المستشار المالي للعميل، بيقدم الخدمة. المراكز دي النهاردة بقت مقسمة أن كل فرد فيها له حجم من العملاء معين، بتصل إلى 10-12 عميل لكل مجموعة عمل. وعندنا برضو توسعات قادمة في مراكز الائتمان في منطقة البحيرة ومنطقة مرسى مطروح، لأن لما هنفتح الفروع القادمة اللي هي مزمع افتتحها سواء في نهاية السنة دي أو في بداية السنة الجديدة، دي هتزيد فيها مراكز الائتمان في هذه المنطقتين. الفكرة باختصار، قطاع الملابس الجاهزة واعد جدا، والتجار بيشيلوا أي كميات، والسوق العالمي بقى فيه طلب كبير على الملابس الجاهزة، وبالتالي لو عايز تمويل هتلاقيه وسهل جدا، لكن المهم تطور وتبدع وتفتح أسواق محلية لمنتجك وتحارب على التصدير. على فكرة أحمد فوزي لغاية النهاردة بينزل بنفسه يبيع شغله، ومفيش معرض في العالم للملابس الجاهزة مش بيزوره.